هناك ملتقى دولي انعقد في شهر نوفمبر 2021 في جامعة الجزائر ثلاثة حول الاتصال والكوارث الكبرى، ونبهت محافظة الغابات في الجزائر ومختلف الهيئات من قصور التعامل مع حرائق الغابات واستباقها من خلال مخططات استراتيجية، وهذا أمر موثق ونقلته حتى وكالة الأنباء الجزائرية. وبالتالي فهذه الحرائق في حتى ولاية طارف العام الماضي عرفت حرائق مهولة ووصلت إلى الحيوانات وإلى بيوت الأشخاص. وبالتالي دائما نتحدث لماذا تغيب مخططات العمل والاستباقية. هذه الغابات هي تدخل في جزء من الاقتصاد الوطني. نحن نلاحظ بأن كل عام تأتي النيران تلتهم الغابات دون أن تستثمر هذه الغابات في الجانب الاقتصادي، دون أن تفتح مسالك.